اللهم صل وسلم على وصافحه واكتحلت عينيه بمرأة النبي عليه الصلاة والسلام. أحب الخلق إلينا، أحب إلينا من أبائنا وأمهاتنا عليه الصلاة والسلام. موضوع جميل ومميز، ومناسبة الأسبوع اللي راح كان موضوعنا عن الله عز وجل ما شاء الله مع ضيوفنا الكرام، والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله قرينتها دائما شهادة أن محمدا رسول الله. هذا النبي الكريم شيخ عبد الله، لو ابتدأنا في الكلام عن وصفه صلى الله عليه وسلم حتى الإنسان يعني يتشوق إليه ويستحضر معالمه صلى الله عليه وسلم. الله صلى الله عليه وسلم عليك يا رسول الله، يجزاك خير ويقبل منا ومنكم ويجعل هذه الدقائق يا رب في موازين الحسنات لنا ولمن يشاهدنا خلف الشاشات. اللهم لا شك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، ما يبعث يعني الشوق إليه والحنين إليه صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. بإذن الله مثل ما ذكرت وطلبت أن نتحدث عن وصفه وهيئته وشكله وشيء من حركاته. عليه الصلاة والسلام. ماذا قال عنه أصحابه صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، دعنا في المقدمة أو أولا نذكر ماذا قال أصحابه عنه، ثم نذكر كيف هيئته التي خلقه الله عز وجل عليها. جاء عن الربيع بنت معوذ قالت لمحمد بن عامر عندما سألها يا عماه صفي لي وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالت يا بني لو رأيته لرأيت الشمس طالعة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. ويقول جابر بن سمرة رضي الله عنه وارضاه، خرجت في ليلة أضحيان أي أن البدر مكتمل، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنظر إلى القمر فلهو عندي أجمل من القمر صلى الله عليه وسلم. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هيئته، من رآه من بعيد هابه، من رآه من قريب أحبه صلى الله عليه وسلم. ويقول البراء بن عازب عندما سئل يا براء أكان وجه رسول الله كالسيف؟ قال لا، بل كان كالقمر صلى الله عليه وسلم. ويقول عنه كعب إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. وقال حسان رحم الله حسان ورضي الله عنه وأرضاه، وأجمل منك لم ترى قط عين، وأسمح منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء. الله رضي الله عن حسان وأرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد. عمرو بن العاص الصحابي الجليل قيل له قيل أنه قال لو قيل لي يا عمرو صف لنا وجه رسول الله ما استطعت. قالوا لما يا عمرو؟ قال ما ملأت عيني من وجه رسول الله حياء منه صلى الله عليه وسلم، يحبونه ويجلونه ويعظمونه ويهابونه صلى الله عليه وسلم. حتى مما جاء في هيبته وأنه يعني من يراه ويهابه، أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة خرج من المدينة إلى تبوك إلى الروم، يريد الروم، فوصل النبي صلى الله عليه وسلم شمال الجزيرة إلى تبوك وصلها، فسميت تلك الغزوة غزوة تبوك في السنة التاسعة. عندما وصل النبي إلى شمال الجزيرة استقر في ذلك المكان، أقبلت إليه القبائل في شمال الجزيرة ودانت له صلى الله عليه وسلم، وكل أقبل بسيد قبيلته ليتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم ولينظر في شأنه. قالوا أن هناك سيد لقبيلة كان كبيرهم وسيدهم وشاعرهم وخطيبهم، قالوا له انطلق أنت إلى هذا الرجل وانظر في شأنه وحدثه. قال أنا سوف أذهب، ثم ذهب وقف أمام النبي يريد أن يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو سيد في قومه وهو خطيب وشاعر. فلما رأى النبي وتحدث بدأ يتلعثم، يقدم كلمة ويؤخر أخرى، فلما رأى النبي من حاله قال هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل قديد في مكة. الله تواضع عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليك يا رسول الله. من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يكمل حديثه ويبين حديثه صلى الله عليه وسلم عن نبينا محمد. كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وخطبته، عن عائشة رضي الله عنها وارضاها تقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الكلام كسردكم هذا، إنما كان كلامه فصلا لو شاء العاد أن يعده لعده صلى الله عليه وسلم. وكان إذا تكلم أسمع ولا يتلعثم ولا يقول كلمة هو لا يريد أن يقولها، ولا يتأخر في كلمة هو يريد أن يقولها صلى الله عليه وسلم. خطب يوم من الأيام خطبة، فقال أبو بكر بعد الخطبة يا رسول الله ما رأيت أفصح منك صلى الله عليه وسلم. وكان يتحمس في خطبته، كان إذا خطب يحمر وجهه ويرتفع صوته صلى الله عليه وسلم، ارتفاع الصوت هو يكون مناسب مع الخطبة صلى الله عليه وسلم. حتى يقول نعمان بن بشير خطب النبي في المسجد وأنا في السوق وإني لأسمع صوت النبي وأنا في السوق صلى الله عليه وسلم.
يقول عبد الله بن عمر خطب النبي خطبة فكاد هو والمنبر يسقط علينا صلى الله عليه وسلم من حماسه في خطبته صلى الله عليه وسلم. فكان إذا خطب القلوب تخشع والعيون تذرف والأبصار يعني تشخص معه صلى الله عليه وسلم. يقول أحمد شوقي فإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء. هذه أبيات ذكرها في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ذكرنا كذلك حديث